هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود، وسوري على الصوت، بس انا يعني بصور مستعجلة فما فيش مايك. اوكي، فده المايك بتاع الكاميرا، هحاول ازعق شوي. anyway، عاملين ايه؟ I miss you، ومعلش ان انا بقالي شوية مش موجودة قوي على القناة، بس لان كان عندي ظروف كده يعني صحية فما كنتش عارفة اصور. anyway، الفيديو ده غالبا هينزل من غير مونتاج عشان الحق انزله. بس قبل ما ابدا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتكتبوا لي تحت تعليقاتكم، وتتابعوني على الانستجرام يا جماعه بليز. اي حد بيبعت لي اسئله او حد عايز روايه معينه او مسرحيه معينه بيكتبها لي في التعليقات، بشوفها، بس في بعضهم بيروح مني، فالاضمن عشان اشوفها تابعوني على الانستجرام وبعتوا لي هناك. هنا بعتوا لي تعليقاتكم عامه. اوكي، ولو اول مره تشوفوني وعجبكم محتوى القناه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. بصوا، النهارده انا هجاوب على سؤال كان اتسال لي على الانستجرام، ووعدت ان انا هعمل فيديو لان انا ما بعرفش اجاوب بالكتابه، يعني حاجه طويله. اوكي، طيب. كنت اتسألت على مقارنة الروايات، يعني لو حد بيعمل بحث او in general يعني research او ماجستير بأيا كان، يعني بيقارن روايتين او مسرحيتين ببعض، المقارنة بتكون ازاي؟ طيب، انا مش هقول حاجة بعينها، يعني انا مش هتكلم على رواية او مسرحية بعينها، ولكن انا هتكلم عامة احنا بنقارن الحاجات دي ازاي، اللي هو الادب المقارن. يعني طبعا مش شرط يكون ان انا بقارن حاجتين من نفس البلد او من نفس اللغه، ممكن اقارن حاجه عربي بحاجه امريكان او بريتش، او حاجه بريتش بحاجه راشن، ايا كان. اوكي، اي عمل المقارنه بتكون يا جماعه في الغالب انت لما تيجي تعمل بحث بتنقي حاجتين في بينهم حاجه مشتركه. يعني ايه؟ يعني بيناقشوا قضيه واحده في بينهم ثيمز مشتركة. تمام، مثلا عايزة اتكلم على منظور مثلا او شكل المرأة مثلا في العصر الفلاني والعصر التاني، ممكن اقارن حتى عصرين ببعض، او منظور المجتمع للمرأة في مثلا في الادب الانجليزي وفي الادب الامريكي، او في الادب المصري والادب الامريكي، وهكذا. لازم يكون في حاجة مشتركة بقارن طبعا بينها، يعني انا بختار الروايتين او العملين بناء على ان في بينهم حاجة مشتركة. تمام، طيب، طبعا اللي بيعمل مقارنة بيبقى في الغالب بيعمل بحث او بيعمل رسالة، لان بيبقى طويلة، يعني اكيد المقارنة بتكونش كلمتين. طيب، المقارنة بتكون يا جماعة في الثيمز، اللي هي النقط الاساسيه، الافكار الاساسيه اللي بتبقى موجوده في الروايه. زي ما قلت، لو في فكره معينه هي اللي انا عايزه اقارنها، في مثلا التفرقه العنصريه، نظره المجتمع للدين، نظره المجتمع للمراه، كل اي بقى فكره تعجبكم. اوكي، بتكون هي الفكره الاساسيه في الروايتين، وببدا اقارن بين الاثنين واشوف الرواية دي مثلا اتناقشت ازاي او تناولتها ازاي، والرواية دي تناولتها ازاي. طبعا الثيمز بتبقى داخل فيها الهيستوريكال باك جراوند، او اللي هو التاريخ، يعني النبذة عن التاريخ، والعصر ده كان عامل ازاي، المجتمع ده عامل ازاي، لو في اي بعد تاريخي، اي بعد سياسي، الحاجات دي طبعا بتفيد في الثيمز. بقارن كمان الشخصيات، الكاركترز، لان الشخصيات بالذات الشخصيات الاساسية، او مثلا لو انا بتكلم زي ما قلنا ولنفرض مثلا بناقش دور المرأة في المجتمع او نظرة المجتمع للمرأة، فاكيد بركز على الشخصيات اللي هي المرأة، الشخصيات الليديز يعني، او الفيميلز اللي موجودة في العمل. اوكي، اتناولوها ازاي، الشخصية ابعادها ايه، الكلام ده كله. ممكن اقارن جدا السيتنج، اوكي، اللي هو الزمن والمكان اللي كتبت فيه الروايات، بقارن الستايل بتاع الكاتب، لو في اي مقارنه بين التو ستايلز بقارنها، وهكذا. اوكي، يعني الحاجات اللي احنا بنستخدمها في التحليل الادبي او النقد الادبي اللي هتلاقوها كتير جدا في كل الروايات والمسرحيات اللي على القناه، هي النقط دي هي اللي بتبقى محور المقارنة. بس بالأول قبل ما اختار الروايتين بشوف، او المسرحيتين، او حتى القصيدتين شعريتين يا جماعة، اي حاجة بقارنها، فيلمين، اي حاجة،
اول حاجه بشوف النقطه الاساسيه اللي انا بقارن بينها. طيب لو انت اللي هتختار بتركز في كده، لو الدكتور اللي بيختار يبقى اكيد الدكتور هيقولك هو بيقارن بين الاتنين من ناحيه ايه. ممكن يكون بيقارن بين المدارس الادبيه او النقديه عامه، المدرسه الادبيه اللي اتكتب فيها العمل ده والمدرسه الادبيه اللي اتكتب فيها العمل ده والكاركترستكس او الصفات بتاعت كل مدرسه، كل الحاجات دي بتبقى في المقارنة. بس هرجع واقول حسب الدكتور عايز ايه، لان الدكتور هو اللي هيقولك هتقارن بين التيم من ناحية ايه. لو انتوا حد بيعمل رسالة انت بتقترح عليه، يعني بتروح له مثلا بالروايتين وانت بتبقى عارف هتقارنهم في ايه وبناء عليه الدكتور بيوافق او لا. لو هو اللي بيقترح عليك، لو انتوا لسه الطلبه في يعني لسه اندر جراديوتس يعني ما تخرجتوش وبتعملوا بحث تخرج او حاجه والدكتور هو اللي بيختار، لازم هيقولك هو مختار الروايتين دول ليه. يعني اكيد في سبب، في نقطه اشتراك بين الاتنين، حاجه مشتركه هو بناء عليه عايز يقارن. اوكي، تاني دايما دايما هقول الطلبه يا جماعه يرجعوا دايما للدكتور، هو اللي بيصلح، هو اللي بيناقش الرساله او البحث whatever. اوكي، انا بس بديكوا نقط هينتس كده. طيب كمان بالنسبه للمقارنه، زي ما قلنا الحاجات كلها بتاعت النقد الادبي هتلاقوا فيه عندنا على القناه بقى كذا فيديو اوكي بيتكلم على الكلام ده. هو دي الحاجات المينلي اللي انا بعمل بينها مقارنات. اخد بالي ان انا لما باجي اعمل ادب مقارن او بعمل نقد الحاجتين بقارنهم ببعض، دايما يا جماعه الكوتيشنز مهمه جدا جدا، بتدي ثقه جامد قوي للعمل. الكوتيشنز يعني ان شخصيه قالت حاجه، اللي هي عارفين اللي هو بفتح اقواس واكتب الكلام واقفل الاقواس. It's very important لان ده ده دليل، يعني ده كانك بالظبط بتدي دليل من العمل. يعني انا بقول مثلا ان الكاتب شايف ان الشخصيه دي ضعيفه، طب بناء على ايه؟ بروح جايبه لاين هو الشخصيه قالته بيدل على كده، فانا كده بعتبر بدلل، يعني بدي ادله على الكلام اللي انا بقوله، مش بقول كلام مرسل كده وخلاص. فالكوتيشنز مهمه جدا، مش شرط يكون كلام شخصية قالته، ممكن يكون حتة من وصف حاجة في العمل او حاجة الكاتب هو اللي كاتبها whatever. مهم ان الكوتيشنز مهمة، وطبعا بيتكتب جنب الكوتيشن انتوا جايبينها من صفحة كام. يعني اذا كان ده نوفل مثلا فشابتر كذا صفحة كذا، لازم بكتب الكلام ده جاي من اني صفحة، مش بكتبه كده وخلاص. اوكي، يعني جنب الكوتيشن بفتح براكتس وبكتب تشابتر كام وصفحه كام. لو ده مسرحيه برضو بكتب اكت كام سين كام وصفحه كام. اوكي، طيب اخر حاجه هتكلم عليها ان اي بحث او اي رساله او اي حاجه لازم فيها مراجع. يا جماعه المراجع مهمه جدا، لازم اكتب الكلام ده لو انا قريت من مرجع. طبعا انتوا لازم هتقروا عن العملين من على النت بقى ومن المكتبه وريفر، يعني اي كتاب هتاخد منه ان شاء الله سطر بيتكتب مرجع في الاخر. في الاخر بيبقى فيه زي السيتيشنز او شوف الدكتور عايز يكتبها ازاي. انا طبعا اكيد في فرق يا جماعه اجيال بيني وبينكم، فممكن يكون المسميات اختلفت، فعشان كده شوفوا الحاجات المودرن. ولكن في الاخر بكتب المراجع السيتيشنز بقى، بكتب انا جبت الكلام مثلا استخدمت كتاب كذا وكذا وكذا. لو المواقع كمان الاونلاين الويب سايتس بتتكتب على فكره، برضو بتتكتب ان هي مراجع. بس خلوا بالكم لو هكتب المرجع ويب سايت، بستخدم ويب سايت يكون معترف بيه، ما اجيبش ويب سايت مجهول الهويه كده واروح كاتباه. في الغالب بستخدم الحاجات اللي ليها اسم بريتانيكا والحاجات اللي ليها وزن، يعني او معروف ان الكلام بتاعها موثوق فيه. اوكي، بس برضو بيتكتب اي حاجة مرجع باخد منه ان شاء الله سطر بكتبه. ان شاء الله في الاخر يبقى عندك 20 مرجع. كل ما بقى عندك مراجع كل ما ده ادى قوة للبحث او للرسالة، لانه معناه ان انت مش جايب الكلام من مخك بس، انت مستعين برضو بمراجع. وما عدش انقش يا جماعة، يعني ما ملاقيش مثلا ويب سايت او كتاب بتكلم على نقطة مؤثيم معينة اروح واخده زي ما هو نقلاه، لا هقراه هفهمه هكتبه باسلوبي، لكن مش هقعد نظام النقش ده وان انا اخد كوبي بيست. الكلام ده غلط طبعا، لان لو حد هدور وراك ولقى ان انت ناقل بالظبط، ده بيبقى نقطه ضعف جامده جدا في البحث او في الرساله. فلازم ان انا باخد من المرجع، بس مش باخد زي ما هو واروح لازقاه، لا باخد من الموقع وبصيغه باسلوبي. اوكي، بس ان انا ببقى كاتبه اني جايبه الكلام ده من حته، يعني مش مألفاه. اوكي،
الى جانب ان انا ممكن وجهة نظري الشخصية تمام جدا، بس برضو المراجعة طبعا بتدي ثقة لأي بحث او اي حاجة. ان جنرال ده ازاي بقارن، مش هدخل في ديتيلز او تفاصيل عشان الموضوع ده متخصص قوي، ولكن زي ما قلت لكم ده ازاي بقدر ان انا اقارن وذر المدرسة الادبية، العصر، الكالتشر، الثيمز، الكاركترز، الساتينجز، ستايل الكاتب، كل الكلام ده بيبقى داخل عندي في المقارنة. ودايما ادور على نقطة الكومن او اللي هي الكومن بوينت او النقطة المشتركة، الثيم المشترك اللي انا بقارن بينه. انا بقارن بين المدرسة الادبية فهاخد الكاركترستكس، مثلا مواصفات المدرسة دي ايه واطبقها على الرواية، ومواصفات المدرسة دي ايه واطبقها على الرواية بتاعتها. بقارن ستايل الكاتب، بقارن نقطة معينة في الثيمز، كل ده مع بعضه هو ده المقارنات. تمام، بيبقى طبعا طويلة شوية لان هي مينلي بتبقى يا بحث يا رسالة، يعني ما اكيد ما حدش يعني في الدراسة العادية ما بنعملش قوي مقارنات يعني. اوكي بس كده، وده كان فيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون فاتكو. ام سوري ان انا اتأخرت، بس معلش في حاجات كتير مطلوبة انا عارفة وانا شغالة عليها، بس انا كنت الفترة اللي فاتت واقفة في الشغل، معلش كنت تعبانة شوية. بس ساعدوني بليز واكتبوا لي طلباتكم على الانستجرام لانه بيبقى اسهل ان انا الاقيها. بلس ان لو اتاخرت ما تزعلوش، لان في ناس كتير طالبه حاجات دلوقتي بسرعه فورا. انا عندي مثلا حاجه بتاعت 50 حاجه مطلوبه بس على وجه السرعه. انا طبعا بحاول ان انا اشتغل على حاجه من الاقدم للاحدث، يعني اللي طالب الاول بحاول اشوف طلباته الاول. اوكي فام سوري يا جماعه، بس انا لو اتاخرت على حد بيبقى مش بايدي فعلا. بس كده، وما تنسوش بقى اللايك وكومنت والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتابعوني على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.